صرح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة بدأت بأعمال دفان للحزمة الأولى من مشروع جسر البسيتين الرابع وجسر المنامة الشمالي والمرحلة الثانية ضمن مشروع طريق المنامة الدائري، ومن المؤمل أن تنتهي أعمال الحزمة الأولى من الدفان في أغسطس القادم، فيما يجري حاليا التنسيق لأعمال دفان للحزمة الثانية والأخيرة على أن تتم أعمال الطرق والجسور عقب استكمال أعمال دفان. وقال وزير الأشغال بأن تكلفة هذا المشروع الاستراتيجي تبلغ 94 مليون دينار بحريني بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز الحركة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، إذ من المؤمل أن يربط الجسر الرابع المنشآت الاقتصادية والسياحية والتنموية في جزيرة المحرق بالعاصمة المنامة من الشمال، ويوفر منافذ للوصول للبسيتين الجديدة ومنطقة الساية وبندر السيف. وأشار سعادة المهندس خلف إلى أن الجسر الرابع سيحدث نقلة نوعية في معالجة مشاكل الحركة المرورية شمال جزيرة المحرق، وأكد خلف بأن المشروع يعتبر استكمالاً لشارع المحرق الدائري، إذ يبدأ من تقاطع شارع المحرق الدائري مروراً بالدير والبسيتين ومنطقة الساية وصولاً إلى منطقة خليج البحرين، بالإضافة إلى إنشاء المرحلة الثانية من جسر المنامة الشمالي والتي تبدأ من هذا التقاطع حتى منطقة الواجهة البحرية في منطقة السيف ليصل إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان عند تقاطع الفاروق. ويتألف الجسر من 5 مسارات مرورية في كل اتجاه، ويرتبط بشارعين بـ4 مسارات في كل اتجاه.